فاجعه مؤلمه. ما تقناش ما كانش لنا في الحسبان. كنا كنتسنى وغادي يدير لنا شي روبورتاج واحد اخر. كنا كنتسناو فارغ الصبر، وكنا في اي وقت كتوصل الوقيته ديالو كنشعلوا التلفازه باش نسمعوا الاخبار ديالو. ولا حنا لا حنا وليداتنا، انا لله وانا اليه راجعون. ما عندهم ديالو الصبر. من مدينه طنجه وجيت لهنا خصوصا باش نحضر لهاد الجنازه ديالو. معايا الولد ديالي اللي كان متابعه واللي كان كيوصل لنا الرساله على هذا الوباء، وكيترجم لنا بالدارجه وكيوصل لنا لوليداتنا وفهموه وليداتنا. تتلقى الوليد عنده 4 سنين كيتسنى في التلفازه امتى يدوز باش يسمع ويفهم. الوليد كيفهمه، كيفهم شنو هو هذا المرض، فهمنا شنو هذا المرض وفهمنا على هاد الكمامات وفهمنا بزاف ديال الحوايج. وصل لنا بالدارجه كان تيهضر معنا بالدارجه. وصل الرساله لوليداتنا، الله يرحمه في هذا النهار والله يوسع عليه. وافتقدنا بزاف 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 بزاف. جانا تليفون، جانا من فرنسا، من هولندا، من بلجيكا، حتى من الميريكان جانا على هذا السيد الله يرحمه. تيسولونا كيفاش افتقدناه. واليوم ماشي غير مكناس اللي حاضر، جميع المغاربه حاضرين، جميع المغاربه. واللي ما حضروش على برا كيعيطوا العائله ديالهم في التليفون. عزائنا واقف، ما نقدرش انا كنقول لاخو الحبيب انت يعني حنا الغماري اش نقول لك، راه يعني وليد مكناس الاخلاق ديالو سبحان الله خالقه لا اله الا الله. اللي غادي نقول لك من هنا يعني راه اللي غادي نعبر عليه، راه عبرت عليه الساكنه نتاع مكناس. وراه فقدنا خويا اخو، فقدنا واحد الحبيب، فقدنا مناضل فهمتي، يعني وقف معنا في الجائحه فهمتي، وكان كنفهم الجهل نتاع الامه وفهم الناس اللي مساكن ما كانوش فاهمين وما عارفينش. يعني راه واحد المسائل باش مشى معنا، وباش تنقول لك عز اللسان على الكلام على هذا الاخ هذا اللي جينا نقولوها يعني في الحق ديالو. راه حنا قصرنا فهمتي، وبزاف ديال الناس ما عرفوش بالله هذا الاخ هذا راه احتاجت جائحه نتاع كورونا، عاد عرفوه بالله ود مكناس. ونطلبوا من الله سبحانه الله والله يجعل متواه الجنه ويجعله في رحمه الله. ونطلبوا من الله الناس كاملين اللي جاوا الله يجعل ربي يكون فيهم مؤمن صالح اللي دعا له ودعوا لاخوكم الدعاء اللي كاين. اللهم اغفر لنا واللهم ارحمهم، اللهم اجعل يا ربي متواه الجنه. والله الوالدين ديالو الله يرزقهم الصبر والسلوان، ورزق هاد الامه كاع ورزق المغرب كامل. تقريبا راه حنا فقدنا حبيب، فقدنا خونا، فقدنا واحد ديك الوقيته راه بحال الاب بحال الاخ بحال الصديق. يعني راه انتم كتشوفوا يعني الطفل راه تاثر، المراه تاثرات، الرجل تاثر، الشاب تاثر، الكبير الشيخ تاثر. يعني راه ما باش نقول لك اخويا فجيعه يعني الموت ديالو جاتنا صدمه كبيره. وحنا ما غاديش نخيروا لله، لحقاش لله وما اعطاه لله وما اخذ، وحنا مؤمنين وهذا هو امر الله سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى هو بغاه وخضاه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.